هذه الوقفة التضامنية اللي كنشكر عليها جميع الفعاليات اللي نظموها من فعاليات نقابية وطلابية وحقوقية، هي ردا على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تشنها جمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه الجمعية التي بثت بعض المعلومات الخاطئة تبث الرعب في نفوس المغاربة، بينما المصلحة تقوم بواجبها أحسن قيام بشهادة جميع مرتفقي المصلحة. إذن هاد الناس خذوا أرقام ما عرفش من خذوها وروجوا لها، ويطالبون في نفس الوقت أثناء ترويجها وأثناء التصريح يقولون هذا الجراح ولا هذا المصلحة كيموت فيها ثلثي المرضى، يقولون أن هذا الجراح يمارس الإرهاب وسط المقاعات العمليات، هذا الجراح هو يعني مجرم ويقتل المرضى عن سبق إصرار وترصد، هذا الجراح لم يمارس لمدة 15 سنة. فين هما سولوا؟ واش سألوا شي واحد؟ ما يمكنش شي واحد يقول لهم أن هذا الجراح ما مارش ولو يعني شهر. فإذا هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات أنا ما عرفش الغرض منها، لكن اللي مطلوب هو لتأمين بطبيعة لدفع هذا الترويع، ويعني من أجل تأمين نفسية المواطن وكذلك الفرق التي تعمل في المستشفى الجامعي ابن رشد، على الأقل يجب متابعة قضائية، ويجب على السلطات ونطالب السلطات بفتح تحقيق في من سرب هذه المعطيات المغلوطة، وكيف استعملت ولماذا استعملت لهذا الغرض، ما الغرض منها؟ هل الغرض منها هو دفن يعني أو تشويه سمعة المرفق العمومي؟ لماذا هذا التشويه؟ رغم أن كل المعطيات مغلوطة ولا يمكن أن يصدقها عاقل، فكيف يعقل أن نتكلم عن ثلثي المرضى يموتون؟ فآنذاك ستجد ربما مستشفى ابن رشد هو مركز للوقفات الاحتجاجية للمرضى وذويهم، وأتحدى لماذا لم يشتكي هؤلاء المرضى للمحكمة أو لإدارة المستشفى؟ لا يمكن أن تجد شكاية قبل هذا التاريخ، يعني من هذا اليوم وقبل ما يمكنش تكون شي شكاية، ما عندناش شكاية موضوعة لا عند الإدارة لا عند المحكمة، ويأتي هؤلاء ويقول أن ذوي المرضى اشتكوا لجمعية نحن نعلم ما يعني ما قيمتها في الوسط الحقوقي. بطبيعة الحال كما قلت في البلاغ ان يعني خديت فريق ديال ثلاثة المحامين اللي حاليا منكبين على الملف لتقديم دعوة قضائية، لما يمكنش لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر. هذه المسألة هذه بطبيعة الحال كما قلت أؤكد اللجوء إلى القضاء بطبيعة الحال للدفاع عن سمعتي وسمعة المرفق العمومي. اليوم وقفوا أساتذة الجامعة الحسن الثاني مدعومين بزملاء لهم من جامعات أخرى للتعبير عن استنكارهم للحملة الشرسة التي تعرض لها زميل لهم، ومن خلاله تعرض الأساتذة الأطباء بمستشفى الجامعي ابن رشد، ومن خلالهم جميعا الأستاذ الباحث في القطاع العمومي خاصة. هذه الهجمة التي تضمنت أكاذيب وأباطيل، نستغرب كيف لوسائل الإعلام تروج لمثل هذه الأباطيل الخطيرة جدا دون التأكد من صحتها. والأساتذة الباحثون قرروا وهم عازمون على متابعة من يروج لهذه الأكاذيب ومن ينال من كرامة الأستاذ الباحث وخاصة الطبيب منهم، ونحن نعلم حساسية هذا الموضوع خاصة وأنه يمس بصحة المواطن. نستغرب كذلك كيف لهؤلاء أن يتجرؤوا على أساتذة كرسوا جزءا من حياتهم لخدمة المواطنين. وكذلك لا ننسى أننا لم نخرج بعد من فترة عشناها تحت جائحة كوفيد، والذين كانوا في الصف الأول طبعا كانوا هم الأطباء، وكانوا هم من عملوا جاهدا على تخفيف وطأة هذا الوباء حتى إن شاء الله تخرج بلادنا منه بأقل كلفة سواء بشرية أو مادية. فلا يمكن أن يكون هذا هو رد الجميل. فنحن نعبر في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي نعبر عن تضامننا المطلق مع الأستاذ المستهدف ومع الأساتذة الباحثين داخل المستشفى الجامعي ومع كل الأساتذة الباحثين، وتشبتنا بالقطاع العمومي الذي هو الوسيلة
تقريبا شبه وحيدة لارتقاء المواطن البسيط، الارتقاء الاجتماعي، يعتبر سلمه الاجتماعي، وكذلك وسيلة للاندماج في النخبة. وبالتالي نحن عازمون على متابعة من يروج لمثل هذه الأمور، وعازمون على المضي قدما حتى يسترجع المستشفى أولا حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات الحقائق كذلك، وأن يعاقب من يروج لمثل هذه الأباطيل التي كذلك تروع المواطنين وتنقص ثقتهم بمنظومة الصحية ببلادنا.